ما هو الرد المناسب لشخص يقول للمسلمين لماذا تطوفون حول الحجر الكعبة تدعون الله وأنتم تقولون الإسلام جاء وقضى على عبادة الأصنام؟ يعني لا نطوف حول الحجر لأنه حجر أبدا، اللي هو الكعبة. عمر بن الخطاب لما جاء إلى الحجر الأسود قال أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يعني لو أن الله أمرنا أن نتوجه بصلاتنا إلى الشمال توجهنا إلى الشمال، كما مر علينا في قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كل ما في القضية أن الله أمرنا أن نتوجه إلى هذه الجهة فتوجهنا فقط. فالقضية إذن ليست قضية عبادة صنم، وإنما القضية قضية أن الله أمرنا أن نطوف حول الكعبة فطفنا حول الكعبة فقط، فهي ليست عبادة للكعبة وإنما طاعة لله. كما أمر الله تبارك وتعالى أن نصلي 5 صلوات في اليوم، أمر الله تبارك أن تكون صلاة الفجر ركعتين، أن تكون الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، أمر استجبنا. أحل قال هذا حلال وهذا حرام سمعنا وطعنا. وإذا قال الكفار ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا، فماذا رد الله عليهم؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. طيع ولا ما طيع؟ هذا حلال هذا حرام. وإذا قال بعض الزنادقة ما الفرق تزوجت جارتي أو تزوجت أختي ما الفرق؟ لا فرق. قال لا، هذه أحلها الله وهذه حرمها الله، بس هذا هو. خالتي وابنة خالتي هذه أحلها الله وهذه حرمها الله، هذا هو عبادة. العبد يطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر. فالقصد أن الكعبة لا نعبدها وإنما نعبد رب الكعبة سبحانه وتعالى. هو أمرنا أن نتوجه مثل رمي الحجارة في الحج، عندما نرمي الحجارة رمي الجمرات نرمي لأن الله أمر، ونرمي 7 لأن الله أمر بهذا، وهكذا الوقوف بعرفة وهكذا مبيت المزدلفة كله لأن الله أمر فقط. لا تعظيما لهذه الأشياء لذاتها، هي غير معظمة لذاتها ولكنها معظمة لأن الله أمر بتعظيمها فقط، والله أعلم.